بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن حالة مشهورة قوي، هتجيلك في الاستقبال. عيان جايلك مش قادر ياخد نفسه، مصدع، بيقولك انا مريض ضغط ومخدش العلاج. تمام، لأي سبب من الأسباب. جاره قال له ما تاخدش العلاج، هيقولك انا ارتحت، حسيت ان انا مرتاح فبطلت العلاج. العلاج خلص، معيش فلوس هشتري. ايا كان السبب، هو مبطل علاج، الضغط بتاعه عالي في السماء، هتقيسه وهتلاقيه فوق 160 110، ضغط عالي جدا. يا إما معاه أعراض تانية يا إما معهوش أعراض تانية، على حسب أنا هتوجه إزاي في علاج مع العيان ده. تمام، حالة الضغط العالي، أنا بسأل نفسي سؤال قبل ما أعمل أي تصرف: هل في أي أورجان دامج؟ يعني الراجل ده معاه أعراض تانية غير الزغلل، غير الصداع والانكزايتي. طيب هستبعد سيستم كده. الكارديو اشوف معاك الم في الصدر، معاك مهجان، ابدا اعمل لها بعد كده اي سي جي، شيست اكس راي. طيب في مشكله في البول، انقطع بول او في توهان، استبعد اي حاجه في الرينال. طيب في اي اعراض نيورو او لاتراليزيشن عشان استبعد النيورو؟ انا بستبعد سيستم او الاورجنز الكبيره، بستبعدها عشان اشوف في اورجن دامج ولا لا، عشان دي العلاج ودي العلاج. طيب في مشكله في النظر، استبعد انتركونيتيشن او نظرك قل، معاك ترجيع. تمام، يبقى العيان بتاع الضغط العالي اول تفكير ليا بشوف معاه اورجن دامج ولا لا عشان استبعده، استبعد اورجن دامج وابدا اتعامل معاه. ليه؟ لانه هايبرتنسيف او الهايبرتنشن كرايسيس في عندي نوعين، مقسمه نوعين، نوع اسمه ايمرجنسي ونوع اسمه ايرجنسي. تمام، النوع الايمرجنسي اللي انا كاتبه بالاحمر، اي حاجه بالاحمر الارم، يبقى ايه؟ مع اورجان دامج، دي المشكله الكبيره. طب الايرجنسي اللي هي اغلب الحاجات اللي هتجيلك معاش اورجان دامج. طيب اورجان دامج ده هبدا اسال زي ما قلنا سيستم، بعد ما اسال الالم في الصدر او نهجان او حاجه، احط السماعة اشوف بيزر كريبتيشن ولا لا، اشوف المرونة القديمة، العين ده بتعرف تنام على ظهرك ولا لا، عنده ديزنيا، تيبيكال شيست بين، استبعد الام اي برسم قلب، اشوف عنده اوليجوريا انيوريا، استبعد الرينا لو قطع بول، استبعد النيورو. طيب ده اللي هو الامرجنسي اللي انا بخاف منه. طب الارجنسي اللي اغلب الحالات اصلا اللي مفيش فيها اورجان دامج، الراجل يا دوبك يقول لك انا مصدع، عندي انكزايتي، مش قادر اخد نفس يا ابني، تقيس له الضغط هتلاقيه عالي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ استبعد الاورجان دامج، قبل ما ندي علاج ونروح العيان هنبدا نعمل الانفستيجيشن دي، عشان برضو مش بالهيستوري بس نستبعد الاورجان دامج. تمام، شيست اكس راي، استبعد بالمنور قديمة، اي سي جي كاردياك انزيم، استبعد ام اي او اي اعراض كارديو تانية، سيتي برين، استبعد اي حاجة في البرين، اليورين اناليسيس او كيدني فانكشن عشان استبعد اي امراض رينال. يبقى انا بستبعد الاورجان دامج بالهيستوري وبالاكزامينيشن والانفستيجيشن. طيب بعد كده انا لقيت العيان ده مش emergency، يعني ايه؟ يعني حالة emergency هي العادية اللي كاتبها لك بالأخضر، حالة مفيهاش organ damage، هعمل معاه ايه؟ هتلاقي عندك في دلاب الاستقبال كابوتين 25 زي شريط أبيض ولا بتو صفرا في أبيض كده، هنديله قرص تحت اللسان، قرص كابوتين تحت اللسان، ونستنى نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ونقيس له الضغط. تلاقي الضغط بيقل معاك حتى لو حاجة بسيطة، تمام، ما قالش اديله قرص تاني، ما قالش اديله قرص تالت، اخرك 3 اقراص. الجرعة القصوى بتاعتي 75 مللي، اللي هي 3 اقراص. طيب قال لي معايا ولقيته بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، لقيت الضغط بيقل خلاص كده لحد ما يوصل لمية وستين، 110، يا باشا انت، انا كده كطوارئ دور انتهى، هتروح تكمل في عيادة القلب وعيادة البطنة، يظبط لك العيادة بتاعك. طيب الضغط مقلش معايا بعد 3 اقراص كابوتين، هلاقي عندي يا اما داينترا اقراص
اللي هي نيتروجليسرين، احنا قلنا في منها داينيترا، في منها اقراص، في منها نيتروديرمال باتش. هتقول عيان روح هات لي من الصيدليه او لو عندك في الحسابات دي النيتروديرمال باتش، تمام، وتسبع نص ساعه غالبا غالبا الضغط هيقل معاك. طب لو مقلش استدعي عناية بالقلب او عناية بالعناية، ده يبقى تبقى حالة ريزيستنت هايبر تنشن، ما يستجيبش العلاج بتاعك، هو بيتعامل معاه في الاستقبال، تمام، هو بيتعامل معاه في العناية اصلا، بيديله بقى ترايديل وحاجات تانية. طيب الحالة بتاعتي لو هايبر تنشن ايمرجنسي، يعني مع اورجان دامج، بعمل ايه؟ طبعا بعمل ريفير للاي سي يو، خلاص هو كده كده بيتحجز في العناية، تمام. دي مش حالة استقبال. في حاجات عايز اقول لك ما تعملهاش مع عيان الضغط العالي. اول حاجة ما تنزلش الضغط بسرعة، يعني ما تبقاش مستعجل انك تنزل الضغط ل 120-80، وده دي مشكلة كبيرة جدا. الضغط بنزله على في خلال يومين ثلاثة، ولازم تبقى فاهم العين كده، تمام. ما تروحش العيان الا لما تكون استبعدت الاورجان دامج. وحاجة مهمة كمان، ما تديش لازكس امبول في الاستقبال لعيان الضغط العالي الا للحالة بالمونر اديم. اللازكس ما ينزلش الضغط ومالوش دور اصلا في الضغط الا للحالة بالمونر اديم، ما تديش لازكس في الاستقبال، تمام. بس كده، شكرا.